يمكن كثير من المحاصيل الزراعيه بتتاثر بالظروف المناخيه، وفي ظروف مناخيه بتظهر فجاه، فلازم يكون في احتياطات للحفاظ على هي المحاصيل الزراعيه اليوم. أكيد اليوم رح نحكي عن مشروع لشباب سوري مهندسين عملوا شيء اسمه البيت البلاستيكي الذكي اللي بيهدف بشكل أساسي إلى نظام تحكم ذكي يقوم بضبط المتغيرات الفيزيائية بالبيوت البلاستيكية بشكل يتناسب مع المحصول المزروع فيه. طبعاً لنتعرف أكثر على التصميم والهدف منه والفائدة بيسعدنا يكون معنا المهندس بشير النوري، أهلا وسهلا فيك، وأيضاً المهندس عمار كناكري، مصممين مشروع البيت البلاستيكي الذكي، اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم على شاشه الاخباريه السوريه. خليني بلش معك بالبدايه استاذ بشير، نحكي عن مشروع البيت البلاستيكي الذكي والهدف منه. نحن بنسمع عن البيوت البلاستيكيه وبنعرف، بس هيدا الذكي خلينا نعرف ليش هو ذكي اساسا والهدف منه. تمام. هلا بشكل عام وظيفه البيوت البلاستيكي مثل ما بنعرف هي انه تامين الظروف المناخيه للمحاصيل المزروعه داخلها خلال فترات بالسنه مختلفه عن مواسمها. فمثلا انا ممكن ازرع محصول صيفي خلال فتره الشتاء، بس لازم يكون عندي مزروع داخل بيت بلاستيكي. فالشيء هذا بيتطلب انه يكون في عمليه تحكم مراقبه للحفاظ على الظروف البيئيه هي خارج الموسم تبعه. فبالتالي رح يكون هون الفلاح اللي عم يراقب واللي عم يتحكم بالبيت البلاستيكي، ولازم يضل موجود بشكل متواصل بالقرب من البيت البلاستيكي. فاذا اضطر انه يترك الارض مثلا لسبب ما ويروح وصار انخفاض كبير بدرجات الحراره ممكن يخسر المحصول كلياته. صحيح. فنحن الهدف منا كان انه نعمل نظام تحكم ذكي. هالنظام هذا بيقوم بمراقبه هالمتغيرات كلياتها الموجوده داخل البيت البلاستيكي والتحكم فيها بقيم تتناسب مع المحصول المزروع بداخله. ونحن كمان عملنا عملية ربط مع الانترنت، فصار عنده المزارع انه بيقدر يراقب البيت البلاستيكي تبعه من اي مكان بالعالم. بالاضافة انه نحن عم نعتمد كمان على تحصيل ظروف الطقس المتوقعة من الانترنت، بالاضافة لانه اعتمدنا بالتغذية الكهربائية على الطاقة الشمسية. والهدف طبعا من هالمشروع هذا بشكل رئيسي هو حماية المحاصيل الزراعية المزروعة داخل البيت البلاستيكي من تغييرات الطقس المفاجئة والحصول على محاصيل بجودة أعلى وكميات أكبر، بالإضافة لتوفير الطاقة المصروفة وتوفير العناء والجهد على المزارع بالمراقبة والمتابعة. كتير حلو، والفكرة بحد ذاتها حلوة ومهمة ويمكن نحن بحاجتها خلال هاي الأيام. خليني انتقل للمهندس عمار واسألك كيف جربتوا هذا النظام الذكي أثناء فترة التصميم؟ هلا نحن بداية اعتمدنا على نظرية النمذجة والمحاكاة، حيث انه نحن عملنا نموذج مصغر للبيت البلاستيكي بيحاكي البيت البلاستيكي الحقيقي بكل متغيراته، من بحيث انه حطينا كل الحساسات المناسبة من حساسات حرارة ورطوبة بالإضافة لرطوبة التربة ولحساسات الإنارة. وبالتالي نحن صار عندنا بيت بلاستيكي مراقب بشكل كامل، بالإضافة ان احنا عملنا محاكاة للمشغلات الموجودة بالبيت البلاستيكي الحقيقي، بالتالي احنا صار عندنا نظام متكامل بحاكي البيت البلاستيكي، بالإضافة ان احنا زرعنا محصول الفريز وعملنا دراسة لمنظومة طاقة كهروضوئية لتغذية البيت البلاستيكي بشكل كامل مع مشغلاته. حلو كتير. خلينا نحكي كيف بيتم استاذ بشير التحكم بالبيت البلاستيكي وهدف الأساسي منه، كيف فينا فعلا نحافظ على هاي المحاصيل الزراعية وفينا نعمل محاصيل زراعية جديدة يعني ما نقدر نستوردها، لا من خلال هيدا البيت البلاستيكي الذكي اليوم ومن خلال التحكم فيه. التحكم فيه كيف بيكون لما أنا بيكون في عندي فعلا مشاكل مناخية، ممكن في ظروف مناخية متقلبة بتجي فجأة حتى عكس الأرصاد الجوية المتوقعة. تمام. هلا البيت البلاستيكي رح يتم وضع بداخله مجموعه من الحساسات، الحساسات هي رح تقوم بقراءه المتغيرات الفيزيائيه الموجوده جوات البيت البلاستيكي، مثل عندي حساسات حراره وحساسات رطوبه وحساسات رطوبه التربه وحساسات اضاءه وغيرها من الحساسات. هالقيم هي اللي عم تقراها الحساسات رح تنتقل لمتحكم، هالمتحكم هذا رح يقوم بمقارنه هالقيم هي مع قيم مرجعيه مناسبه لنمو المحصول. يعني هالقيم المرجعيه المتحكم رح يحاول دائما انه يوصل لها من خلال اجراء تعديلات. التعديلات هي اللي بيجريها عن طريق مشغلات، هالمشغلات ممكن يكونوا عباره عن مراوح، اجهزه اناره مساعده، مضخات ري، ممكن تكون اجهزه تدفئه مشعات حراريه. وبالتالي رح هون نكون عم نحافظ على درجات الحراره المناسبه، وهالقيم المرجعيه اللي عم يحاول المتحكم انه يوصل لها رح تكون متغيره خلال اليوم بحيث تحاكي اليوم الطبيعي للمحصول الموجود لليوم الطبيعي لليوم اللي بينمو فيه المحصول خلال فترته بالسنه.
طبعا احد الامثله على هالانظمه هي هو نظام التحكم بسويه الاناره. نحن خلال فتره الشتاء بيكون عندنا الاشعه الشمسي اقل منه بالصيف، فالمحاصيل الصيفيه بتحتاج اشعه شمسي مختلف عن الاشعاع الموجود بفتره الشتاء. فانا في عندي حساس اناره بيتحسس داخل البيت البلاستيكي لمستوى الاناره الجايه من الشمس، فاذا كان غير كافي راح يقوم بتشغيل اجهزه اناره مساعده. الاجهزه الاناره المساعده بتساعد بتعوض النقص بالاشعاع الشمسي، وبالتالي راح يحافظ على عمليه تركيب ضوئي مناسبه للنبات. كمان انا عندي حساسات اخرى مثل حساسات رطوبه التربه، هالحساسات بتكون محطوطه بالتراب لتتحسس لنسبه رطوبه نسبه المياه الموجوده جوات التراب. فبالتالي لما انا بعمل عمليه ري بمواعيد محدده رح يكون الري بنسب كافية للنبات، بحيث أنا ما أكون عم قلل المي عن النبات ولا أكون أنا عم بعمل ري زائد وممكن هذا الشيء يؤدي لضرر بالنبات. وهالقيم هي طبعا كل نوع من أنواع المحاصيل له قيم خاصة فيه. أكيد. يعني اليوم أنتوا درستوا عدة خليني أقول عوامل، مثل ما حكيت ببداية تعريفك عن المشروع، العوامل الفيزيائية اللي ممكن تحيط بكل الجوانب. هون بدي أنتقل للمهندس عمار. أيضا اليوم التغذية الكهربائية هي مشكلة ممكن تواجه البيوت البلاستيكية، خصوصا نحن بظروف الحرب، ويمكن أكثر شيء عم بيعاني منه الفلاح ممكن ما يكون مأمن عنده المازوت ليشغل الكهرباء، وبالتالي هذا الشيء عم يتأثر، عم ينتج أسباب وعراقيل وقصص كتير حتى عم تأثر على غلاء المحاصيل الزراعية. هون درستوا الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة البديلة والمتجددة، نحكي عن هذا الموضوع بشكل موسع. نحن بما أنه عم نحكي على بيوت بلاستيكية فنحن غالبا عم نحكي عن مناطق ريفية، وبما أنه نحن حاليا وضع الكهرباء غير مستقر وما في سوقية، فنحن اضطرينا أنه نعمل دراسة لمنظومة كهروضوئية بحيث أنه نتأمن التغذية الكهربائية لنظام التحكم الخاص بالبيت البلاستيكي، بالإضافة لتأمين التغذية الكهربائية للمشغلات ضمن البيت البلاستيكي من مضخات وإضافة لغطاسات اللي هي أهم فينا نقول عصب البيت البلاستيكي، اللي هي أنه يكون متواجد مي عند الفلاحين. طبعا هذا الشيء حاليا اليوم الأنظمة الكهروضوئية هي نظام مربح جدا بالنسبة للفلاح إذا قارناه مع البديل اللي هو عنه هو استخدام مولدات الديزل أو المازوت. بالتالي صار عنا نحن خلال عدة سنوات المزارع حيسترد المبلغ اللي حطه لشراء منظومة كهروضوئية، وبعدها حيصير عنده هامش ربح بحيث أنه دوما عنده أمان، دوما عنده وجود كهرباء. المياه بالإضافة لوجود كهرباء وصار عنده راحة بحيث أنه ما عنده دائما أقل كلفة، حتى أقل كلفة وحتى التعب، ما عنده حاجة أنه دوما هو عم يراقب البيت البلاستيكي، فهو دوما عنده نظام تحكم عم يأمن له كل شيء من طاقة كهربائية، التحكم بالطاقة الكهربائية اللي جايته من مصدر التغذية، بالإضافة لتشغيل المشغلات عنده حسب قيمة الطاقة الكهربائية. أستاذ بشير، خلينا نحكي عن المحاصيل الزراعية داخل البيت البلاستيكي، قديش فعليا بتكون هي مناسبة وفينا نغير المحاصيل، يعني نستفاد من البيت البلاستيكي أكثر، لأنه في محاصيل موسمية ولا لا لازم يكون في محصول معين داخل البيت البلاستيكي؟ هلا طبعا مثل ما حكيت انه كل محصول من المحاصيل له قيم مرجعيه ثابته، هالقيم هي القيم المناسبه لنموه بتحاكي الموسم تبعه. فنظام التحكم هو رح يكون عم يقارن ليوصل هالقيم هي. هالقيم هي انا اذا تغير المحصول اللي بغيره بس هالقيم المرجعيه، فانا ماني مضطر اني اغير النظام كلياته، النظام ماله مرتبط بمحصول معين، فهذا بيعطيه مرونه اكثر. هذا بيختصر وقت فينا نقول البيت البلاستيكي الذكي، يعني من خلال الحساسات انا فيني العب بالمحاصيل ما انتقل من بيت لبيت. اللي بيصير انه انا بغير عندي القيم الضبط المرجعيه المناسبه للمحصول، ممكن هالشيء هذا ممكن يكون عن طريق داتابيز موجوده على الابلكيشن، بتغير اذا تغير مثلا المحصول انا ممكن اختار محصول ثاني، وبصير هو لحاله البيت البلاستيكي قارن على القيم المناسبه للمحصول الجديد المزروع داخل البيت البلاستيكي. طيب كمان خليني ارجع لك مهندس عمار، يعني اليوم في عندكم خبرات ايضا استعنتوا فيها لحتى تشتغلوا هذا المشروع، نحكي عن هاي الخبرات. هلا كان في شيء مميز نحن فريق العمل تبعنا ضمن مشروع التخرج اللي هو تنوع الخبرات اللازمه لهيك مشروع، بحيث انه كان عندنا عده اختصاصات ضمن البيت البلاستيكي اللي هي مجال التحكم، مجال الطاقه الكهربائيه، بالاضافه للمجال الزراعي.
فنحن استفدنا من خبراتهم بحيث انه المهندس بشير كان عنده خبره واسعه بمجال الالكترون بالاضافه لمجال البرمجه بالاضافه لعمله لمده 3 سنين بمجال الابنيه الذكيه. هذا كثير ساعدنا لحتى نطور الجانب الذكي من المشروع، بالاضافه لخبرتي بدراسه تنفيذ وصيانه الانظمه الكهروضوئيه، بالاضافه لوجود معنا شابين بالفريق كان عندهم خبره واسعه بمجال الانترنت. وطبعا هلا بدي اشكر الدكتور غيث ورقوزق اللي هو ساعدنا لتنظيم الافكار الهندسيه تبعتنا لحتى نطلع منتج قادر نستخدمه بالواقع. بالاضافه لانه استعنا بدكاتره وطلاب بكليه الزراعه لحتى ناخذ المعلومات الزراعيه تكون دقيقه بشكل يكون النبات باحسن حاله له. اكيد نوجه تحيه لكل فريق العمل والاساتذه والدكاتره اللي فعلا هن داعم اساسي لكم اليوم. خلينا نحكي عن مشاركتكم بالمسابقه لدعم المشروع، قديش مهم هي المسابقات ولدعم مشاريع التخرج، لانه نحن دائما برحلتنا الصباحيه ببرنامجنا في مواهب شابه عندها افكار جدا جميله، متخرج جديد عم تطبقها، يعني كثير في فينا نقول مسابقات اشتركوا فيها ونالوا عليها جوائز، بس دعم المشروع واستمراريته هون النقطه، لانه الشباب عم يقوم بمشاريع تلائم الظروف الحاليه، لانه نحن عندنا ظروف نوعا ما خلال الحرب كانت الى اثار ثقيله علينا شوي. الجميل انه انتم عم تعملوا هي المشاريع لتناسب هي الظروف اليوم. هلا بالبدايه نحن الدكتور غيث ورقوزق اقترح علينا انه نشارك بمسابقه جمب ستارت اللي هي مسابقه لدعم مشاريع التخرج. رحنا بدايه عملوا معنا مقابله وركزوا بالاسئله ضمن هالمقابله على الجانب الاقتصادي وكيف تحويل المشروع لمنتج منتج ممكن الاستفاده منه بالواقع العملي بالواقع الحالي. بالتالي نحن ترشحنا للمرحله الثانيه، هي تم اعطانا كورسات لدراسه اقتصاديه متكامله للمشروع وبالاضافه لدراسه وتحليل سوق العمل وكيف نحن بدنا نحول هذا المشروع تبعنا لمنتج نستفاد منه. بعدين انتقلنا لمرحله التمويل اللي هي كانت دعم لنا بحيث انه نحن قدرنا نبلش انه ننفذ المشروع على ارض الواقع. وحاليا نحن عم نشتغل على المشروع على مشروع بيت بلاستيكي حقيقي عم يتم حاليا تطويره وقريبا حنعلن عن النسخه الاوليه منه ان شاء الله. اكيد، يعني كمان اليوم اي مشروع جديد ببدايته ممكن يكون في مجهود مضاعف وبنفس الوقت ممكن يكون في صعوبات تتعرضوا لها، خلينا نحكي معك عن بعض هاي الصعوبات وكيف اجدتوا هيك خليني اقول حلول بلشتوا تشتغلوا عليها لحتى تخطوا كل الصعوبات اللي ممكن واجهتوها. هلا نحن عنا مثل ما حكيت لك انه اهم صعوبه كانت هي فكره الطاقه الكهربائيه انه هي ما لها موجوده بالمناطق الريفيه. صحيح. فمن خلال الطاقة الشمسية اللي هي هلا موجودة وعم تلبي حاجة اللي نحن عم نواجهها من مشاكل الكهرباء قدرنا انه نوجد طاقة كهربائية، بالإضافة مثل ما حكينا انه كمان مشاكل النقل، نحن عندنا هلا كمان إذا شخص مثلا مثل أحد أعضاء الفريق والده عنده أرض زراعية وهو اللي ساعدنا بأنه أسرع على هالفكرة هي. كان يصير عنده مشاكل انه نتيجه انه ما في مواصلات ما في نقل انه ما يقدر يلحق البيت البلاستيكي تبعه ويخسر المحصول كلياته. فهذا هي الدوافع اللي هي خلتنا انه نحن نصر على الفكره ونشتغل فيها لحتى نساويها هي. اكيد نحن سعيدين بوجودكم، بدنا نتمنى لكم التوفيق بجميع مشاريعكم القادمه، ودائما الشباب السوري عنده اصرار واراده وعنده مشاريع جدا مهمه بتضاهي يمكن كثير من المشاريع العربيه والعالميه. المهندس بشير النوري بدنا نتشكرك على وجودك معنا، المهندس عمار كناكري بدنا نتشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير لكم. شكرا لكم ولوجودكم معنا، واكيد البيت البلاستيكي الذكي هو حاجه ملحه بهذا الوقت، وبنتمنى هذا المشروع يبصر النور على ارض الواقع بشكل كثير كبير ويستفيدوا منه اكبر عدد ممكن من المزارعين. شكرا لكم. شكرا لكم.